وانا نجاوبتي لك حاجه موضح لي راي عام وانا مسألة متوقفة، مسألة عيون، ما أدرى أنا مجهول، ما عرفت أنك تضيع. طيب ما يعرفوش تضيع شوف، الدين هو اللي شوف، حنا نقولوا هذا عندنا مزيان، إلا كان شي حاجة شوفها عندك أنت، شوف تكتب كيف تشوفها، شوف شوف تكتب كيف تشوفها، حنا دابا الحقيقة، الحقيقة تطلع في الموسم، شوف عام والضو ما فيهش، حقيقة، شوف الجرا اللي كاينين دابا، وأنا جرا كاين شوف طلع في الموسم، شوف شوف الجبدة كيف ولا، هذه حقيقة. الله يرضى عليك، أشوف تتبعتونا حنا ونعد راسي أنت الأول، نعد راسي أنت الأول، كلهم بلافون يا سويس. واقفه ما واقفاش خرج دابا خرج دابا شوف هنا وقول لي علاش الاطر ديال المستقيم والتقنيين رفضوا رفعوا المحاضر شوف لا لا شوف لا 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 شي امور شي نجي نعطيك نعطيك الاسباب مباشره علاش كل شيء ولينا صار امر راي العام اسي ادريس واش اسي ادريس كتسوقوا شي حاجه ما كايناش لا ما كايناش الحقيقه ما كايناش دابا خرجوا انا وياك شوف خرجوا انا وياك دابا نكتب انتم على الاخوان ونعطيك الوراق وكل شيء ثانيه الناس يا الله ولينا الناس ما تسوقوش شي هضره ما كايناش لا ماشي الحقيقه المشاكل شوف وقضية الأنشطة اللي قالوا عليها، حنا يوميا كل أسبوع مع السيد العامل، والسيد العامل شاد أنا وياه كل أسبوع كنديروا اجتماع على هذه المشاريع، وما يمكنش أنا غندير مشاريع اجتماع ديال الأسبوع كامل غنديرها لك. أنا سيد الرئيس واش قال القانون؟ الله يرضى عليك. لا اسمح لي مزيان، علاش قال لك القانون كتعطينا إخبار بشي اللي دار الرئيس. لا ما اللي دار السيد العامل. السيد رئيس. هذا الشيء دار السيد العامل. السيد العامل أنا اللي درته أنا والسيد العامل، ما تقولش السيد العامل بعده، أنا والسيد العامل. غادي تدعي واحد الاجتماع يهم المدافع غتكتب